جون جاسي أو القاتل المهرج، واحد من أشهر المجرمين في الولايات المتحدة الأمريكية. اتهم بقتل 33 طفلاً بين عامي 1972 و1978. ارتدى ثياب المهرجين وابتسم ابتسامته، لكنه استبدل تلك الألوان الزاهية بألوان القتل والاغتصاب والابتزاز والشذوذ. الاسم جون واين جيسي. التهمة قتل 33 طفلاً. المكان الولايات المتحدة. الحكم الإعدام. ولد جيسي عام 1942 في إحدى قرى ولاية إلينوي الأمريكية، وعاش طفولة عادية، ثم أصبح معروفا بتواصله الاجتماعي وعمله كمهرج في المناسبات الخيرية وحفلات الأطفال، لكن سرعان ما أظهر ميولا سادية. بدأت جرائم جيسي وصداماته مع القانون عام 68 بعد أن أدين بالاعتداء جنسيا على طفل مراهق، واحتجز في إحدى الإصلاحيات وخضع للعلاج النفسي، ثم أفرج عنه بعد سنتين. اتجه جيسي للعمل الحر وأصبح مقاولا واشترى منزلا بإحدى ضواحي شيكاغو. بمرور السنين انطلقت من المنزل روائح كريهة شعر بها السكان والجيران، لكن جيسي أقنعهم أن الرطوبة الزائدة والمتراكمة داخل المنزل هي سبب انبعاث تلك الروائح. لكن ما لم يكن يعلمه جيران جيسي أن أرضية المنزل تحوي بين تربتها 29 جثة من ضحايا جيسي. عام 78 أبلغت الشرطة باختفاء فتى يدعى روبرت، وبعد التحقيق علمت الشرطة أن آخر شخص التقى به هو القاتل المهرج جون واين جيسي. حصلت الشرطة على إذن بتفتيش المنزل، وكانت المفاجأة على مدار السنوات السابقة أن جيسي اعتدى جنسيا على 29 فتى ثم قتلهم خنقا ودفنهم في فناء منزله. كما عثرت الشرطة على 4 جثث لشبان آخرين لم يجد جيسي مكانا في منزله ليدفنهم، لكنه ألقاهم في النهر القريب من المنزل. ادعى جيسي الجنون وطالب محاموه ببراءته مستعينين بشهادات أطباء نفسيين شخصوا حالته بالفصام، لكن المحكمة رفضت تلك الادعاءات. حكم على جيسي بالإعدام عام 1980 وأودع السجن 14 عاما، حتى تلقى أخيرا الحقنة المميتة عام 94، وانتهت معه قصة واحد من أشهر القتلات الأمريكيين الذين هزت جرائمهم كوكب الأرض.